بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمود ارتي او محمود جيمين في حلقة جديدة من ديزرت سكاي. هذه الحلقة راح تكون بس استكشاف الماب. راح نزور ان شاء الله في الماب وراح نسوي اشياء ان شاء الله في الحلقة فقط للاستكشاف. المهم وايضا راح نتكلم عن الجيفاوي اللي راح تكون في القناة، ثاني جيفاوي في القناة. وقبل ما نبدأ الفيديو حابب أشكركم على الدعم الخرافي، واللي ما مشترك في القناة ينزل تحت ويشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يصلوا الجديد. المهم لا تبخلوا لنا بلايك إذا عجبكم الفيديو، إذا ما لم يعجبكم الفيديو اضغطوا على ديزلايك وقولوا لي السبب اللي خلاكم يعني ما يعجبكم الفيديو عشان نحاول نحسن محتوى القناة. كما معروف يعني انا قمت بتختيم اللعبة يعني في الاسبوع الفايت، لكن حبيت يعني استكشف الماب من كل نواحي مو بس يعني من ناحية واحدة، انه انت مرغم عليك انك تمشي في هذا المكتب و اير شوب المنطاد ولا اي شيء تسموه. المهم اول شيء راح نسويه هي انا راح اسوي باندج بشكل كثير، راح اسوي باندج بشكل كثير عشان لما نروح في الاتجاه ما نحتاج يعني ما راح نموت. وراح احاول ابحث عن الماء. راح احاول ابحث عن الكحول او عشان نسوي الباندج. نشوف هل يعني بنقص الماء والامور ام لا. هيك انا بجربها بسرعه. بينقص الماء وبينقص الهنجري الجوع، يعني رغم انه ما راح يكون في وحش الا انك راح تجوع يعني تعطش، يعني لازم تلقى لك سورس واتر او اي شيء من هذا القبيل. المهم راح ابحث ونرجع لكم لما اخلص الجمع وهاي الامور. اوكي شوفوا شكل السحاب في اللعبة، يعني شكل اظن انه مو حلو، كأنك تشوف يعني مربع متكرر. هذه من سلبيات اللعبة. المهم اوكي، وانا يعني كما تشوفون هنا طاير شفت هذه شارك مش هذه الاشياء، اول مره اشوف هذه الحفره. شوف هذه الحفره شوف يا في وحش، لو في وحش راح نسوي حلقة جديدة. لا لا ما ابي اغامر لو في وحش. Thank you.
سبعة. مش هذا، هذه أول مرة أشوفه. أوكي واتر حلو. صارت عندي الشنطة فل، شو راح أسوي؟ تعال حط هنا، أخذ هذا. أوكي القصة لو تبون يعني تقرؤونها سووا بوز وأقرأوا. أنا لحد الآن لو تبون يعني نبحث عن القصة قولوا لي في التعليقات راح نبحث في القصة. ترجم. شكلي راح أسوي حلقة أخرى، شكلي راح أسوي حلقة أخرى. وين الم... أهو. شكلي راح أسوي حلقة أخرى. ابحث ابحث ابحث، هات تلقاني. محتاج الصخر. قالوا يعني ما راح يعجبك وما راح راح تستكشف العالم بدون ما راح يخرج الوحش. الظاهر انه صار في تحديث وانا مو منتهي مو منتبهت لهذا. اوه صار يمديني اتسلق اشجار. يلا نشرد من هنا. الدار اللي بحثت في كل مكان ما في اي شيء يثير الانتباه عشان ما اخذه. اوكي بالنسبة للجيف اوي مش عارف كيف. خلاص راح احطها في بداية الفيديو. مش عارف كيف يعني صرنا لل غريبة غريبة الأمر. المهم حلو مو مشكلة. أحسن شيء إننا صار يمدينا نسوي حلقات أخرى. أحتاج الحين أسوي هذا ايرون انجوت وواحد واحد. في طاولة راح يكون طاولة جديد أم لا؟ راح نشوف.
المهم راح ارجع لكم. بالنسبة للجيف اوي نسيت اقول لكم، راح تلقون يعني رابط اسفل الفيديو يشرح يعني طريقة الاشتراك في الجيف اوي، يعني ما راح لانه هذه الحلقة شفت انه فيها وحش وكان صار حماس، يعني اللعبة ما راح تتوقف. اللعبة ما راح تتوقف حتى أموت. إيش رأيكم؟ لما أموت خلاص أوقف الحلقة. حلقة ديزرت سكاي. السلسلة راح تتوقف لما أموت. كنت أبي أستكشف هنا وهنا الصراحة، لكن لما في وحش ما أقدر. كان نفسي أستكشف من علم منطقة لعلم منطقة. أوه. صار هانجري مرة أخرى. المهم راح أرجع لكم لما ألقى في أشخاص قالوا لي لحظة راح أشوف فعلا أستطيع أكل هذا. لحظة، في أشخاص قالوا لي إنه هذا الصبار يمديني أقطف. والله يمديني أقطف هذه الأمور وأكلها. شكرا كثير لكم. الصراحة ما لم أكن أعرف الأمر. شكرا كثير لك يا أخي. الصراحة في شخص واحد اللي قال لي هذا الأمر، شكرا كثير. راح أبحث في صبار آخر، لأنه من الطبيعي يعني في الصحراء يعني تلقى صبار بيعطيك ماء تشربه. يعني معروف انه الصبار بيعطيك ماء تشربه، وايضا بيعطيك يمديك تاكل ايضا منه. تقول لي جبت العيد؟ لا، لازم نسوي حل لهذه المشكلة. والله لحظة، أظن إني عرفت الحل. مش هو لا ما هيك خلاص. أبي إلى أجيب العيد. انزل يعني شفت طم اوكي، لكن بعيد شوي. نقرب من هذا بعدين ننزل. اللي عنده اي اقتراح اوكي اكل، اللي عنده اي اقتراح او اي شيء يقول لي في الاسفل في الكومنت، وان شاء الله راح نسوي اكل. راح نسوي اللي قال لي، يعني لو شفت يعني في القناة حلو راح نسوي. هي اقتراحاتكم مهمة بالنسبة لي، يعني ما تحسبون انه لو قرأت يعني أي تعليق أسحب عليه ولا ما أهتم فيه. لا، تعليقاتكم مهمة جدا، لأنكم أنتم اللي راح تخلوا القناة يعني حلوة وعلى حسب ذوقكم يعني أنتم.
مو على ذوقي انا، انا فقط العب. لو قلت لي العب اي لعبة راح العبها، يعني ما راح اهتم بشكل او يمكن راح نحتاجه. خلاص هذا ما احتاجه، كيف ساعد عندي هذا. اي تعليق، يعني اي تعليق اقراه واخذه من باب محل الجد، يعني ما استهين فيه. مليانه والله، مش عارف اخذ خدين. اخذ ماي، اهم شيء الماء. الباندج ايضا مهمه، والاكل. الله يرحمك. شو هذا؟ كيمياء، تعلقها بالكيمياء. يا ريت لو يسوون يعني هذه اللي تجمع الماء. يعني نستفيد من الآبار. المشكلة ما نقدر نطلع فوق. اوكي، انا بحثت في كل مكان، اعتقد انه خلاص. ايوه خلاص اشرد. باي باي، مع السلامة. أعتقد إن الحين صار بودنا نسوي كرافتنج أي شيء. لأ، أيوة ايرون انجوت، نحتاج بس ايرون انجوت. نحط الايرون. اوكي، عندي مكان فاضي. في هذه أطفي شوية هذا. أوكي، نشوف الحين وش راح نقدر نسوي. هذه بتاع الأكل. خلاص سويت واحدة. في أي شيء آخر ما سويناه؟ سوي سويناه، هذا سويناه، هذا لسه ما سويناه. هذا
لا أعتقد أن سوينا كل شيء فيه. أنزل أبحث عن الأكل. هذه الصبار اللي بيعطينا أكل، نشوف الموجود في هذه المنطقة أم لا. ما لقيت ولا أي شيء. المهم راح نرجع للمكوك بتاعنا أو الاير شوب أو هذا المنطاد. اوكي راح نجرب نسوي كوكين اوكي. نقدر نغير ولا لا؟ فقط واحد اللي نستطيع نطهيه هو هذا النوع من الاكل فقط. كنت ابي اشوف الصبار نقدر نسوي له كوك ام لا. المهم عندنا 1 2 3 4 راح نشوف 1 2 3 4. اوكي خلاص خلصنا الكرافتين، ما في اي شيء نقدر نسوي له كرافتين من هيك، يعني اي اداه تسوي لها كرافتين ما في اي اداه جديده. المهم راح نرجع لكم لو لقيت اي تاون جديد. اوكي وصلنا الى تاون جديده، راح نروح نستكشفها مع بعض ونشوف وش راح نلقى فيها. المهم الكول، أكل، سجادة، هذا هو السطل اللي قلت لكم عليه، مش عارف ليش بيليق ولا مش راح نستعمل فيه. هذه لمن يهمه القصة ولا ستوري. عندي أصلا اللي عندي ما أبي كتير. مش عارف ايش الاشياء اللي موجودة في الصندوق اللي ما تدخل، مش عارفها. المهم ما تدخل، ما علينا بيها. ف
ليش ولا شيء هنا. في طريق آخر أظن أن لا خلاص اشحط اشرد. والله لو عندي جولد راح اوريك. خلاص روح. راح استكشف رغم عنك. اهرب مش عارف كيف بس ضربني.
ضد فيول 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 فيول. باي باي. خلاص جمعنا بعض الأشياء المهمة في هذه القرية الجديدة. كنت عارف اني راح نحتاجها. اعتقد انه لما اضافوا بعض التحديثات اثرت لي في القصة. المهم ما علينا. المهم اننا حصلنا على شوت ثاني او سلسله اخرى سلسله ثانيه. المهم هنا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم. دمتم في رعايه الله والى الحلقه القادمه ان شاء الله. كان معكم محمود الرفيعي او محمود جيمي. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.